عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نسجل لكم واحد قد الكاميرا هكا، غادي نسجل لكم اليوم ان شاء الله جوج ديال انواع ديال مزيل الماكياج من لاغوش بوزي. انا نجيبهم حدايا باش نوريهم لكم. دونك دي ماكيون من لاغوش بوزي، بزاف ديال السيدات يعني كاينين سيدات اللي معكازين تيجيو في الليل خدمه اولا شي حاجه، ولا تيكونوا شي سهره، ولا تيكونوا معروضين اولا شي حاجه، تيدخلوا في الليل تيجيهم العكس باش يمشيو يغسلوا وجههم. واكبر خطا هو انكم تباتوا بالمكياج اولا تباتوا بالفوندو تان، هذاك الشيء هو اللي تيهلك لنا البشره، هو اللي تيدير فيها مشاكل، هو اللي تيدير فيها حبوب، هو اللي تيدير فيها بزاف ديال الشوائب اللي تيبانوا لنا مع الوقت. دونك ضروري من تنظيف البشره قبل النوم. ما قدرتيش انك البرد هذا والعكز، ما قدرتيش انك تنوضي توصلي ولا الماء ولا شي حاجه، خدي كوطون وديري واحد المزيل ديال المكياج، تديري العينين تمسحي به العينين ديالك، الفوق ديال العينين تحت العينين ديالك، لوجه كامل تمسحي بدي ماكيون. راكي بحال يعني هو دي ماكيون فلويد، هو هذا لاغوش بوزي دو ليغيون ديغمون نيتوايون، ديغمون نيتوايون هو تديريه في الكوطون فلويد نيتوايون، تديريه في الكوطون تغسلي به لوجه ديالك كامل، قلت لكم تتغسلوا به لوجه كامل، تديري في لوجه ديالك وتتمسحي بالكوطون، يعني تدوزي هكا بالكوطون تتمسح مزيان، ماشي ضروري انك تنوضي تشلي بالماء، بالقطن كافي انك تمسحي به وجهك كامل. كذلك العينين يعني في هذه المنطقه هذه اللي حول العينين لي كونتور دي زيو كذلك انك تمسحي بهم، ما تخافي ما تيأثرش لنا على العينين ديالنا. بالنسبه لتقولوا لي هذا المزيل ديال الماكياج ديال اي نوع من البشره، يعني تقولوا لي اش من نوع ديال البشره، هذا ديال جميع انواع البشره، جميع انواع البشره يعني راه عند كل انواع ديال البشره كاملين، الجافه الدهنيه الحساسه المختلطه جميع انواع البشره. كيف قلت لكم يعني دي ماكيون جميع انواع ديال البشره، كذلك صالح لنا العينين، سون بارفان سون بارفان سون بارابين، يعني ما فيه شي مواد اللي تقدر تضر لنا البشره ديالنا. بالنسبه لشحال فيه 200 مليلتر، هذا فيه 200 مليلتر خلال تفتح على 6 شهور عاد تيتبرمالنا. بالنسبه للثمن ديالو غادي تلقاوه ما بين 80 درهم 90 درهم 100 درهم، يعني هذا هو الثمن ديالو. الثمن ديالو راه انا في الحقيقه عجبني يعني جاني مزيان. هذا اعتمدوه كذلك فيه لو تيرمال، وهي واحد المياه حراريه اللي تتبرد لنا وتتلطف لنا البشره وتتحميها من التهيج ديال البشره. هذا الشيء اللي كاين دونك في الويد نيتوايون دي ماكيون فيزاجي زو بوغ تو تيب دو لا بو. هذا الشيء اللي كاين ما فيهش البارفان، يعني ما يضركم والو، بغيتو ديروا على المحيط ديال العين ما تخافوا والو، يعني واخا دخل لكم منين تديروا تديروا بلودوا ديالكم تتابليكيو، تتحاولوا تديروا بالكوطون واحد، يعني الا مسحتوا مزيان بالكوطون راكم بحال تديروا واحد تنظيف البشره، يعني تديروا تنظيف البشره ماشي بحال تتنظفوا فيه البشره ديالكم بلا ما تغسلوه، يعني بلا ما يتغسل بالماء تمسحوا فقط. وديك الساعه بغيتو ديروا شي كريم ديالكم ديال الليل اولا كريم ترطيب اولا كريم ديال لاكاد اولا شي حاجه تقدروا ديروه من وراه ماشي مشكل. هذا بالنسبه للفيزاج اليزيو، هذا جمعنا بجوج العينين ولوجي، هذا ديال ليزيو فقط، هذا ديال العينين فقط، حتى هو من لاغوش بوزي. بالنسبه للعينين الحساسه تيصلح لهم، العينين الحساسه يعني العين اللي تتحسس من اي حاجه، كاينين العينين اللي ما تيقبلوا تاع شي حاجه، الا حطوه قلم على عينيهم تتولي حمراء وتتحرقهم، داروا دي فاغا بوبيغا ولا داروا شي ماسكارا ولا شي حاجه تبقى تتحرقهم بزاف، يعني هاد العينين راه تتعرفهم حساسه، اي حاجه داروا لعينيهم تتاثر لهم العين ديالهم تتبقى تتحرقهم وتتعطي بالحموريه، لان تنعرفوا هاد العين هادي راه ما خصنا نديروا لها حتى شي حاجه. دونك هاد دي ماكيون لاغوش بوزي صالح ليكم. بالنسبه لاشنو تيجي لنا ثاني الوقت اللي تنجيو تمسحوا به هنايا حدا المحيط ديال العين، يعني منين تنديماكيو العين ديالنا ما تلقاوش داك الملمس، يعني ماشي تينشف لنا ديك المحيط ديال العين، لا بالعكس فهو تيحيد لنا المكياج وتيرطب وتيعمل على الترطيب ديال المحيط ديال العين وتيخلي واحد الملمس ناعم، يعني ما ماشي تحتاجوا انكم الى نضفتوا المحيط ديال العين ديالكم تحتاجوا انكم ديروا شي كريم
هيدراتون ديال الترطيب حول العين او لا شي حاجه، لا ماشي مشكل. هذا بالنسبه لي زيو فقط يعني. ولا تستعملوه كنتو تديروا الماكياج وبغيتوا شي حاجه، كنتو تديروا الماكياج ديالكم وبغيتوا شي حاجه صحيه للعينين ديالكم باش تطرفوا عينيكم، باش درتوا قلم، درتوا ايلينر، درتوا اي حاجه وبغيتوا شي حاجه باش تطرفوا العينين ديالكم، تحلوا تديروه بالكوتونتيج وتطرفوا به. ما واخا دخل العينين ديالكم ما تخافوا منه حتى شي حاجه، ما تيديش الحساسيه ولا التهاب او لا اي مشكل. بالنسبه يعني كنتو تستعملوا الماكياج او لا كنتو ديما تتماكيو، كاينين سيدات اللي يوميا خصهم يديروا الماكياج بحكم العمل ديالهم او لا بحكم يعني خصهم ضروري يديروا الماكياج يوميا، تنصحكم اللي بغيتو تاخذوا شي دي ماكيون خذوا شي حاجه اللي تكون يعني صحيه من لا فارماسي، ما ديروش اي حاجه حيت منين نجيو نديروا شي حاجه فيها دي برودوي اللي خايبين على المحيط ديال العين راه يقدر لنا التجاعيد، يقدر يدي لنا البقع سوداء، يقدر يدي لنا بزاف ديال المشاكل في الحول يعني في المناطق ديال العين ديالنا. هادشي علاش من الاحسن ناخذ شي حاجه اللي من لا فارماسي اللي تكون امنه وتكون يعني صحيه الا استعملناها. بالنسبه لهذا ما فيهش الكول، سون الكول، بي اش فيزيولوجيك يعني فيه بي اش فيزيولوجيك كيف قلت لكم، بروتيج ابيسي والترطيب كذلك. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا فيه 125 مللتر، هذا تيصلح لنا العين فقط يعني المحيط، ترطيب ديال المحيط ديال العين فقط. الثمن ديالو هذا تقريبا واحد 110 درهم 120 درهم، ولكن راه غادي يجي لكم انا هذا راه يجي ليا وديرين، ولكن ديرين فيها 6 شهور الا تفتح دير لكم 6 شهور بركه عليكم يعني تردوا البال لهاد القضيه ديالنا. نقلب لكم الكاميرا باش نوريها لكم اكثر. بغيت نوريكم هادي نتاع 6 شهور بعد الفتح، هادي تردوا ليها البال يعني، هادي خصني نشدها باش نوريها لكم. هادي ردوا ليها البال مزيان. اي كريم خديتو او لا ماسكاره ديال العينين او لا عكر او لا قلمة العينين او لا دي ماكيون او لا شي حاجه، ردوا البال هادي. هادي منين تتكون راه تتلغي لنا التاريخ اللي تيكون عندنا في داك البرودوي اللي خدينا، يعني هذا الا حلينا 6 شهور ما خصناش نفوتو فيه 6 شهور في الاستعمال، الا فتنا فيه 6 شهور في الاستعمال يقدر يدي هنايا. ها هو غادي نعاود نقربو لكم اكثر. دي ماكيون بوغ لي زيو سونسيبل، انا نعاود بالنسبه لهذا فيزاج زيو، هذا فيه 200 مللتر والثمن ديالو ناقص. يعني الا كنتو بغيتو تاخذوا هذا بغيتو لوجو والعينين ديالكم بلا ما تاخذوا هذاك ديال لي زيو، كنتو بغيتو تاخذوا واحد لي زيو بغيتو شل الفيزاج عندكم شي حاجه نتاع الفيزاج خذوا هذاك لاخر ديغمو نيتوايو. هذا حتى هو الا تحل تشوفوا هنايا، الا تحلنا حتى هو على 6 شهور اي 6 شهور تيتبريما. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم تردوا البال بزاف لديك بعد الفتح بست شهور ولا بعد الفتح 12 شهر، راه مهمه جدا. راه بزاف ديال السيدات خرجوا على عينيهم بماسكارا بقلم العينين تيبقى مفتوح شحال وتيديروا لي فاغابوبيغ كذلك. اي مزيل اي برودوي ديال المكياج اي كريم اي جلد دوش اي حاجه خدينا راه تتلقاو في اللور ديال هذيك بعد الفتح، يعني من بعد ملي تيوصل داك الوقت راه صافي راه تيولي هذاك البرودوي غير صالح. الا درتوه للوجة ديالكم ولا درتوه للحمه ولا لهذا راه ولا اكرون ولا اي حاجه كان، تردوا البال هذيك بعد الفتح، ردوا ليها البال مزيان. هادشي اللي غادي نقول لكم، تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. دونك اليوم حاولت ننزل لكم هذا المزيل ديال المكياج دي ماكيون حيت تيسولوا الناس عليه. ما تنساوش الناس اللي عاد جداد في القناه ديروا اشتراك وديروا اعجاب اللي عجبكم لا فيديو، وخليوا لي المواضيع اللي بغيتوني نهضر لكم عليه. ما تنساونيش المتابعه في الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك، راني يوميا تنحط ستوريات الشخصيه ديالي كذلك تنزل فيديوهات هادشي، وتنتواصل كذلك مع الناس في الانستغرام تنجاوبهم على الاسئله ديالهم. نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.